تاني حاجة في research communication هي conference presentation، عرض تقديمي في مؤتمر. It's an approach to communicate and share your findings with other scientists and students in the field through presenting the work in scientific conference. يعني هو اسلوب للتواصل تقدر تعمل فيه share نتائج بتاعتك مع العلماء ومع الطلبة في المجال بتاعك من خلال مؤتمر علمي او مؤتمر طبي. The process of submission، ازاي بيتم عملية العرض التقديمي ده او قبول العرض التقديمي. اول حاجة ان انت بتعمل submit an abstract of work، يعني بتبعت ملخص للشغل بتاعك بيكون matches the theme of conference، يعني بيتوافق مع طلبات المؤتمر ده. Submit your abstract and wait for response، يعني بعد ما تبعت الابستراكت بتاعك بتستنى ان هم يردوا عليك. Same content as research paper، هو بيكون نفس محتوى الورقة البحثية اللي انت بتبعتها للمجلات الطبية. Specify the type of presentation when you submit your abstract، يعني لازم احدد انا عايز اقدم الابستراكت بتاعي ده في شكل oral presentation ولا poster presentation. What is the purpose of oral and poster presentation، ايه الغرض من العرض التقديمي في المؤتمرات او البوسترات؟ اول حاجة are becoming a common approach to communicating and presenting research، يعني اصبحت طريقة شائعة للتواصل وتقديم الابحاث. يعني مش شرط ان انا انشر في مجلة علمية، ممكن اقدم في مؤتمر طبي كبير الدراسة بتاعتي، ودي طريقة من طرق التواصل. act as a medium to advertise your work، يعني المؤتمر دلوقتي اصبح وسيلة للاعلان عن الشغل او الدراسة اللي انا عملتها. They enable you to summarize your work، يعني بتمكنك من انك انت تجمع الشغل بتاعك. And to get your main point across to as many people as possible، يعني تقدر تعرض البحث بتاعك او توصله لاكبر قدر من الناس. Act as conversation starter، يعني ايه؟ يعني انا لما انشر فكرة جديدة او بحث جديد خلال المؤتمر ده هيخلي فيه discussion او مناقشة عن الشغل بتاعي ده. بعد كده ممكن من خلال المناقشات دي نطلع بافكار جديدة، يعني ابقى محور الكلام بتاع المؤتمر. Oral presentation and poster presentation والفرق ما بينهم. Oral presentation is the process of verbally communicating the research findings through the presentation، يعني التواصل شفهيا للنتائج من خلال عرض تقديمي. يعني اجيب البحث بتاعي وابتدي اعمله في شرايح واعرضها في المؤتمر. Time limited is specified by conference committee، يعني في تايم بنقدم فيه العرض التقديمي ده او المحاضرة بتاعتي بتتحدد من خلال لجنة المؤتمر. Poster presentation معناه presenting the findings through visual medium that you will use to communicate ideas and messages، يعني بجيب البيبر بتاعي او رسالة البحثية وابتدي الخصها في شكل بوستر قدامي انا بشوفه. General guideline when preparing poster presentation، ايه هي الارشادات العامة لاعداد البوستر ده؟ Follow the guidelines sent by conference and college، يعني نتبع الارشادات اللي المؤتمر قايل عليها. حجم البوستر قد ايه، اللوجو لازم يتحط في المكان الفلاني، كل الارشادات لازم نعملها بالظبط. بوستر should be easily seen from at least 3 feet، يعني البوستر لما اكون واقف لازم اكون شايف كل الكونتنت بتاعه. The text should be concise and easy to read، شكل الكتابة يكون واضح وسهل القراءة. The message that your poster contain should be clear and understandable without requirement of oral explanation، يعني رسالة البوستر ده لازم تكون واضحة من غير ان الشخص ده يحتاج ان انا اشرح له او اوضح له حاجة في البوستر. Use attractive template، يعني لازم اختار قالب جذاب، يعني الون بقى في البوستر بتاعي واختار شكل كده يجذب اللي قدامي. Provide your supervisor name at the end of the list of authors، يعني اكتب اسم المشرف بتاعي بعد لستة المؤلفين في الاخر خالص. ده مثال للبوستر بريزنتيشن، فوق بنكتب البروجكت تايتل، بعد كده يور نيم اسمك اند كريديشنال اللي هي مؤهلاتك، على الشمال اورجنايزيشن لوجو اللي هو لوجو المؤتمر. بعد كده بنبتدي بالانترودكشن او المقدمة. What were the driving forces that led to design of the project، يعني ايه الدوافع اللي خلت انك انت تعمل البوستر ده. How significant will the problem to your organization and nursing، واهميتها بالنسبة للمنظمة اللي انت بتنشر فيها او بتقدم فيها. Project goals يعني اهداف المشروع او البوستر. Project description وصف للمشروع. Provide an overview of design of your project including specific initiative، يعني بنعمل نظرة عن الدراسة بتاعتنا. Implemented ازاي اتنفذت. Staff and units involved، مين من الستاف اللي اشترك معانا او اليونتس اللي هي الوحدات اللي اشتركت معانا.
and the time frame of study والوقت اللي اتعملت فيه الاستادي دي. Evaluation strategy استراتيجية التقييم. What outcome measures did you use to evaluate your success؟ ايه هي المقاييس اللي انت على اساسها قيمت نجاح التجربة؟ بعد كده الفايندينج او النتائج. Used graphic or picture to يعني بنستخدم لعرض النتائج جداول او رسم بعيني او الاتنين مع بعض. الجزء اللي يليه بعد كده هو reference literature evidence based literature to support the initiative يعني الدراسات اللي اتذكرت قبل كده في الموضوع ده علشان تدعم الفكرة بتاعتك. conclusion and implications impact in your organization and implications for nursing الاستنتاج وازاي هيأثر على المنظمة بتاعتك او الراعي للمؤتمر. بعد كده acknowledge شكر وتقدير acknowledge grants funding and clinical partnership يعني شكر وتقدير للي دعم الدراسة ومولها وللشركات السرية لو مثلا جبت المرضى عن طريق عيادات لازم اعمل لهم شكر وتقدير. contact information who should be called for more information مين اللي هيتواصلوا معي لو عايزين معلومات الاتصال